في بولة كبيرة، انا جبت هنا بولة كبيرة عشان تكفي السمك اللي عندي. هنحط الثوم، ونضيف الثوم المهروس، وهنضيف الهريسة اللي موجودة بتدي طعم حلو قوي، وهنضيف الشبت، وهنضيف التوابل الملح والفلفل والكمون والكزبرة والمعلقة الكبيرة من التوابل الجاهزة وعصير ليمونتين. هنقلبهم مع بعض كويس. الريحه طالعه حلوه قوي الصراحه، الليمون عامل ريحه حلوه جدا مع الشبت. لو عايزه تضيفي خل ضيفي، بس انا بصراحه ما بحبش اضيف خل، لكن لو لقيتها ناشفه معاكي ممكن تضيفي كمان عصير ليمونه، هتبقى معاكي بالطريقه دي. طبعا ظبطي بقى ملحك، شوفي محتاجة ملح تاني او لأ، هتبقى كده. هنحشي بقى السمك بتاعنا. نسيت اقولك ان انت السمك تجيبيه وتقطعيه كده من النص علشان ده سمك كبير شوية يستوي ما يبقاش ني معانا. شايفة كل السمك انا عاملاه بالطريقة دي. هنحشيه بقى ومن بره ومن جوه كله، هنغرقه. انا بحب التتبيله تدخل في السمكه كلها صراحه عشان يبقى طعمها كده حلو. شايفين انا مقطعه كلهم. الهريسة دي اعمليها عندك وسيبيها في التلاجة، هتنفعك في حاجات كتير جدا، حلو قوي بصراحة، جاهزة عندي وبتنفعني في حاجات كتير. دخلي كده الخلطة في الحاجات الفتحات اللي احنا عاملينها في السمك عشان يبقى شاربة برضو من الخلطة دي، من الحدق بتاع السمك. كله مفتحة، كله مفتحة. كمية قضت معايا السمك كله، تغسل السمك ده كويس قوي مش مخلاه فيه زفارة خالص، لو اي نقطة دم هتخلي ريحته وحشة وطعمه مش حلو خالص، فمغسول كويس جدا ومنقوع كذا مرة ومتغير عليه المية كذا مرة لغاية لما يوصل كده. خلاص انا خلصت الكمية، هسيبه برضو في التتبيلة دي كده وعينه في التلاجة، اسيبه كده مثلا ساعة وبعدين هرجع اقول لكم هنعمل فيه ايه تاني. ريحته طالعه بصراحه حلوه قوي، ريحه الثوم مع الشبت مع الليمون عامله له ريحه حلوه جدا. زي ما قلت لك لو عايزه تضيفي خل ضيفي، لكن انا ما بحبش اضيف الخل الصراحه. هنجيب بقى كوبايه من الدقيق، عليها نص كوبايه او معلقتين كبار من النشا، ومعلقه من الكاري او الكركم اللي موجود عندك. دا
ده بيخلي لون السمك حلو قوي، لونه ذهبي مش محروق، هو ما بيبانش في الدقيق لكن بيبان في قلي السمك. وتقلبيهم بقى مع بعض. عايزه تبهري الدقيق بهري شويه ملح شويه فلفل اسمر، عايزه شطه تحطي اي حاجه، بس انا بصراحه ما ببهرش الدقيق، يعني هو الكاري فيه توابل كتير، هو الكاري يعني مجموعه من التوابل، كلمه كاري ده مجموعه من التوابل، فانا بكتفي بكده بصراحه. لكن انت لو عايزه تبهري الدقيق بهري عادي. طلعنا بقى السمك بعد ما ريح شويه في الثلاجه، هنبتدي بقى نبهره بالدقيق. نجيب السمكه تنفضيها شويه عشان لو في اي حاجه عليها خضار او اي حاجه ما تتحرقش بالزيت، وتبتدي تغطيها بالدقيق كده. عشان تديكي طبقة مقرمشة وحلوة. وتنفضيها وتسيبيها شوية على جنب. كل الكمية هنعملها بالطريقة دي. دي يغطيها كده عشان تبقى قرمشة معاكي. النشا على الدقيق بيدي طبقة قرمشة حلوة جدا، وكمان بيخلي السمكة تاخد راحتها في السوى، مش تاخد من لون من بره وخلاص، لا بيهد عليها شوية بيخليها فعلا تاخد راحتها في السوى، ما بيديهاش لون وبس او بيديها قرمشة وبس، لا بيبطئ عملية السوى، فبتستوي مستوية جدا، بيبقى طعمها حلو قوي، ما تبقاش اخد لون من بره وهي من جوه مش مستوية، لا. فالنشا بيعمل حلو قوي. برضو لو انت بتعملي فراخ برضو، برضو اللي تحط في النشا الدقيق، تحط في الدقيق النشا، وبرضو هديك نتيجة حلوة جدا، هديك قرمشة وسوى حلو جدا. خلاص انا هنا كده خلاص خلصت الكمية، برضه انا هسيبه في التلاجة يرتاح زي نص ساعة كده. التتبيلة دي اللي فاضلة من السمك هنحط عليها كوبايتين من المية، وهقولك هعمل فيهم ايه. انا عندي هنا السمك طلعت خلاص من التلاجة، يا دوب هعمل كده بس، وهحطه في مصفى كده. الخطوة دي بتخلي السمك بقامش جدا. لو مش عايزة تعملي الخطوة دي براحتك، بس فعلا الخطوة دي بتخلي السمك مقرمش جدا، يدوب كده بس.
خلاص انا خلصت الكميه اللي عندي، حطيتها في المصفى تتصفى، وهنروح بقى على المقلايه. في المقلايه بقى بتاعه السمك نحط فيها زيت طبعا كميه معقوله، وهنحط الليمون، ده قشر الليمون اللي احنا عصرناه في السمك في التتبيله، بيمنع ان الزفاره دي تبقى ريحتها ماليه البيت يعني. وبرده هحط التانية، وانا كده كمان بشوفه يعني الزيت اتقبح ولا لا. شايفه كده الزيت بقى كويس جدا، هبتدي احط السمك بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، متكتريش في المقلية بتاعتك في الطاسة السمك عشان ياخد راحته، ما تقلبهوش الا لما الوش الثاني يحمر، الوش اللي تحت يحمر ابتدي قلبي فيه، لكن غير كده ما تقلبهوش خالص. هنبتدي نشوفه كده، الله شايفين بقى اللون ده، ايه اللي جه بقى لقيت اللون كده، خلاص اللي جه عن جنب التاني. الليمونه تتحرق خلاص كليها، لان بتطلع الشكل بتاعها جوه الزيت. شايفين السمك هنا حلو ازاي؟ هو كده مستوي، هنا خلاص استوى معايا، انا هطلعه واحط غيره. انا هنا خلاص طلعت السمك في طبق التقديم، ما شاء الله شايفين لونه ذهبي حلو جدا ما شاء الله، ومقرمش وطري يعني. سامعين؟ سامعين القرمشة دي؟ يا رب تكونوا سامعين القرمشة دي، سامعين القرمشة دي. ورغم كده هو مستوي جدا وطري جدا من جوه، حلو قوي. سمعني القرمشة دي، ده من ايه؟ من النشا اللي احنا حطيناه. وكمان في حاجة، الليمون اللي احنا حطيناه في الزيت مخلي ريحة البيت ليمون، مفيهوش ريحة سمك خالص. فانت حطي قشرة اتنين تلاتة على قد ما تقدري، حطي تتحرق شيليها وحطي واحدة غيرها. بصراحة الليمون قشر الليمون بيخلي ريحة البيت ليمون، مفيش ريحة سمك خالص. وما شاء الله شايفة لونه حلو ازاي، وسمعين زي ما قلتلكوا القرمشة يعني ما شاء الله حلو كده. القرمشة دي من النشا، من النشا، وكمان لما حطيناه في الميه وطلعناه صفيناه. مش عايزه تعملي الخطوه بتاعه الميه دي ما تعملهاش، لكن معظم المطاعم بتعمل خطوه الميه دي، فانا عامله نفس الطريقه بتاعه المطاعم بالظبط، فجربيها وان شاء الله باذن الله هتعجبك. وادعي لي بقى دعوه حلوه ان شاء الله. تمام، اشوفكم على خير. ودي كانت اكلتنا النهاردة، ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم وتقولوا لي رأيكم، رأيكم يهمني جداً.